افتتحت الصين آلة أرجوحة في العالم في مقاطعة تشونغيانغ جنوب غربي البلاد وفي منطقة معروفة بمناظرها الخلابة. الأرجوحة التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بنيت بالقرب من منحدر خطر ارتفاعه 700 متر تقريبا، وهي مكونة من قوس ارتفاعه 100 متر وبرج إطلاق يبلغ طوله 108 أمتار. وعلى من يرغب في خوض هذه المغامرة يتأكد من اتخاذ كافة إجراءات السلامة، من ثم يتم رفعه لعلو 88 مترا ودفعه في الهواء، وتصل سرعة هذه الأرجوحة إلى 130 كيلومتر في الساعة.